إلى مليون قبل اتخاذ اي قرار يتعلق برفع اسعار البنزين. الحكومه لا عدت واحد ولا عدت مليون ورفعت سعر البنزين. ليش طالب باعاده القيود الامنيه للبدون؟ وليش طالب بالتحقيق مع النواب منذ التحرير وليس منذ 2006 في قضيه الايداعات المليونيه؟ وليش اعتبر مشروع قانون مدينه الحرير أن يؤسس لدوله داخل الدوله؟ ايش يقصد بالتعيينات الباراشوتيه في الحكومه؟ وين بعارين الفساد اللي تكلم عنهم؟ وليش اعتبر مشكلة الرياضة عندنا في الكويت أنها بحجم المشكلة السورية؟ وآخر شيء هل للحين يعطي الحكومة عشرة على عشرة؟ هذه المواضيع وغيرها راح نتكلم عنها بعد شوي مع ضيفي مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري يجب ترشيد الميزانيه ضمن منظور عام. وهذا اللي ضمن المواطنين، ما بس فقط اني مع بدايه السنه نرفع الدعم عن البنزين وعن الكهرباء بشكل عشوائي، كما حصل مع الاسف بالنسبه للكروسين وبالنسبه للديزل وصار التخبط اللي كلنا شفناه في الجلسه اللي حددنا لها ساعتين. احنا نبي هناك فعلا احنا كلنا نكون على مستوى المسؤوليه كمجلس وكحكومه. ونتعامل مع الميزانية بحيث فعلاً نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة. وأنا قلت المشكلة الأساسية عندنا اليوم في مواجهة هذه الأزمة هي مشكلة إدارة والإدارة الكويت اليوم بالكويت الكل ملاحظ الإدارة يعني للمناصب القيادية فكثير من هذه المناصب مثل ما قال الإخوان كثيراً جاءت البرشوت مو مستوى المسؤولية اللي هم يعني قاعد يصدون لها. وايضا بالنسبه للجسد الوظيفي الموجود اللي يساعد القياديين على يعني تحمل هذه المسؤوليه هذا الجسد ايضا مترهل ولا قاعد يؤدي الدور اللي عليه فانا القصد اخ الرئيس ان اكو انا حاس بالخطر حاس أنه يعني كل جهه قاعد تحاول أنه تؤدي اللي عليها وبس هذا هي مسؤوليه مجلس الوزراء مجلس الوزراء يجب ان يطمن الناس ويعطينا منظور كامل متشامل بالنسبه لي كيفيه ترشيد الميزانيه لان التحدي تحدي حقيقي وبالارقام وتحدي عالمي وانا اكرر اقول المشكله عندنا بالاداره مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام احييكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج تحت المجهر ويسعدني ان يعني ارحب بضيفي لهذه الحلقه مرشح الدائره الثانيه احمد لاري مساك الله بالخير ابو محمود مساك الله بالخير اهلا وسهلا صار لنا سنتين ما التقينا شلونك؟ الحمد لله بخير الله الاجواء الانتخابيه بكل تاكيد بالكويت حاميه آه خصوصا أننا قاعدين نقرب شوي شوي الى موعدنا الانتخابات اسبوعين <تصفح> بعد <تصفح> 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 لكن قبل ما نتكلم عن الانتخابات الكويتيه امس واليوم الحديث اللي كان يمكن مسيطر على الشارع بالكويت ويمكن في العالم كله, كله صحيح موضوع الانتخابات الامريكيه صحيح توقعت فوز ترامب والله انا كنت يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدايه يعني نشكر يعني قناه الكوت ونشكرك يعني على هذه الاستضافه حياك واتمنى ان شاء الله خلال هالفتره الساعه ونص نكون يعني فعلا نعطي شيء للناخب الناخبه يعني حتى يساعده على آه، اختيار من هو يعني مثل إن شاء الله البرنامج ترامب آه، بالنسبه لترامب آه، احنا انا شخصيا كنت اتوقع كلينتون آه، ليش <applause> عندي شيء فيها لأن ذيك المره كانوا يعني آه، اختاروا يعني شخص اوباما على اساس اول مره يمكن واحد من يعني آه، خارج الاطار البيضي يحكم مثلا هالمره قلت انا يمكن أبو المره يمكن بيتحكم عمي. المره يعني بس تحليلاتي بهالاطار ما بس لكن اغلب التحليلات كانت تتجاه يعني بس لا بوسائل الرصد والاستبيانات والى كانت تعطي بالاخر يعني تقارب وبعضهم اعطى ترجيح لكلينتون بالاخير يعني هاي الديمقراطيه مثل ما يقولون هاي انتخابات ويمكن ترامب يمكن طرح بالاخير كان او بعض الملاحظات اللي طلعت على يعني كلينتون بالنسبه وزارة خارجيه والاستفاده بعض الامور الشخصيه فيمكن هذه اثرت بالاخير يعني بالترجيح ما تدري ولكن امريكا تديرها مؤسسات يعني مو يعني الان الرئيس يقدر يغير بالسياسه الامريكيه يمكن ايام انتخابات حمله انتخابيه يمكن كل واحد يحاول ان يكسب الراي العام باسلوب معين ولكن امريكا فيها مؤسسات فيها دراسات فيها سياسات ثابته يعني مثلا القضيه الفلسطينيه هل اتوقع ان مثلا ترامب الحين او امريكا تغير سياستها تجاه مثلا الكيان الصهيوني ويعني بالعكس الحين كيان الصهيوني اولى ال... هذه يقول لا بالعكس ترامب اقرب لنا زين وين الكلام اللي كان ايام الانتخابيه فبالتالي يعني امريكا عندها سياسه معلنه واضحه وعندها ممارسات ايضا تخالف هذه السياسات يفرق خاصه مع من يفرق انا اعطيك مثلا في جوانتناما اللي المعتقل المعتقل اوباما قال انا في انتخابات راح اسكرها شنو؟ يا وقعد وراح سنوات وما قدر هي سياسه امريكيه مو قضيه هو مطالبات احنا ما يخصنا بالكويت يعني يفرق معنا اذا ترامب ولا هيلاري ترامب كان مصرح يعني والله انا باخذ نص ميزانيه الكويت او قصدي يعني موجودات هذا هي تصريحات يعني ما تعني يعني يعني شي شيء جاد اكو سياسه امريكيه ثابته تجاه يعني المنطقه وتحالفاتها واستراتيجيتها في المنطقه وبالتالي انا شخصيا ما اتوقع ذيك التغيرات لكن هو المعروف عن عكس يعني الجمهوريين عاده يهتمون بالخارج اكثر من الداخل، ولكن المتوقع وحسب هذا ان ترامب راح يعني يهتم بالداخل, بالداخل. على اساس انه يضمن لولايه اخرى يعني يجددوا له بعد اربع سنوات. طيب احنا خلينا نتكلم الحين عن سياستنا الداخليه اكثر وعن مجلس الامه والحكومه، موضوع حل البرلمان مجلس 2013 هل كان مفاجئ بالنسبه لاحمد لاري؟ والله هو بالتوقيت يمكن كان يعني فعلا يعني احنا كنا يعني في طرح كان موجود في المجلس لان بعض كان يقول والله توقيت الحل يعني خاصة توقيت الانتخابات في الصيف شهر سبعة شوية يعني خاصة يعني اواخر سبعة مو شهر رمضان الناس موجودة لا حر وغيره فكان كلام انه يصير استقالة جماعية وهل كل راح يستقيل وما يستقيل والحل تقدر عن صاحب السمو ولكن كان توقعت انه ممكن يكون في يعني على بدايات يعني 2017 على اساس يصير حلقة قبل رمضان، كان في يعني مطروح هالكلام، بس ما حد كان عنده علم في هذا، لكن المفاجأة كانت انه صارت قبل دور الانعقاد. فاجأتوا انا شخصيا، بسوقيت. انا شخصيا يعني كان يعني انه قبل دور الانعقاد، كان توقعت انه بعد دور الانعقاد مثلا بشهرين ولا شيء ممكن يكون يصير تغيير وزاري نوعا ما مثلا وبعدين ممكن الاعضاء المنتخبين الاعضاء يعني اعضاء المجلس اللي كانوا في الوزاره ان ممكن يستقيلون عشان يعطون فرصه للانتخابات ولا يكون عليهم كلام كل هذا كان مطروح ولكن المفاجاه كانت ان صار الحل على خيرة يعني على طاري الجزئيه اللي ذكرتها في سياق كلامك ان تشكيل وزاري جديد او وما الى ذلك، البعض يقول ان من المنطق ان اذا كان المجلس مجلس 2013 حسب ما يوصف البعض انه مجلس انجز ومجلس متعاون ومنجز حق ومجلس حقق انجازات كثيره، الا يفترض ان الحكومه هي من تقدم استقالتها ويكمل المجلس مدة الدستوريه مو المنطق يقول المفروض ان هذا السيناريو هو اللي يصير بدل حل حل البرلمان؟ هو كان مطروح يعني فعلا كان الخيارات مفتوحه بس التقدير الحل يرجع لي يعني صاحب السمو ويمكن هو نظرته ابعد خاصه انه كان في يعني مسببات الحل أن ظروف الاقليم المنطقه ما تدري شنو المستقبل قادم فيمكن هناك عادة اصطفاف يصير في الوضع الداخلي خاصه هناك في ناس مقاطعين ويمكن يعني هذا الحل يعطيهم مجال انه يعني يكونون داخل قبه البرلمان ويكون هناك يعني اصطفاف وممكن انه يعني اي شيء في المستقبل يحدث ممكن يعني مواجهته من داخل قبه البرلمان. على طار الاصطفاف وموضوع المقاطعين انت كان لك تصريح في يونيو 2016 ذكرت فيه بالنسبه للمقاطعين الذين اعلنوا ترشحهم في الانتخابات المقبله عليهم ان يعتذروا للشعب، هؤلاء ذهبوا بعيدا بالخصومه وحياهم الله اذا يشاركون بصدق وليس بالنفاق الشعب الكويتي لن تنطلي عليه امور التلون والنفاق، تطلب منهم الاعتذار اليوم؟ مو انا بس طلبت الاعتذار يعني كثيرين بعدين يمكن نواب بالاخير يعني خاصه بعد ما فتحوا باب الترشيح واعلنوا وفي نواب صرحوا بهذا وغير النواب يعني هو يعني خلفيه هذا الموضوع احنا نقول انه فعلا كان لهم موقف معين موقف تجاه المجلس، موقف تجاه المرسوم الصوت الواحد وكان معلن وفيديوهات تشهد بهذا زين الشعب ما له حق قواعدهم الانتخابيه وكوادرهم ما لهم حق اللي هم قواعد الانتخابيه هي اللي ضغطت علينا وقالت لنا نزلوا ادري كل واحد هاي طبعا تبريرات نتركها لهم شان يعني مثل كل تيار شان الداخلي هم بالنهايه الانتخابات راح تحدد هالشيء هذا اذا فعلا هم قواعدهم يعني ترغب انهم يردون يردون بس انا كمبدا انت اعلنت شيء واضح وانا احترم من هو يعني وقف عند عند مبدا وقراره اللي قال انه والله صوت الواحد غير دستوري او كان عنده موقف ان هذا يعني مو لمصلحه البلد وقاطع واستمر في مقاطعته بس احنا نقول اللي شاركوا الان هاي خل يعني يبينون مبررات يعني ويقولون فعلا احنا كنا يعني مشتبهين في ذاك الوقت او كان لظروف معينه الان نرى ان الظروف تغيرت وارائنا السابقه كانت مو يعني مبنيه على اسس صحيحه احنا كنا نقول لهم اذا اكو شيء تعالوا على الدستور احنا نقول لهم والان اللي شاركوا هل هو هذا الحين غير مشاركه غير دستوريه مشاركه دستوريه واللي قال مشروع صفوي واللي قال ما ايش وين هالحكي الحين خلي بينون حق الناس طيب خلينا اروح خليني اروح الى موضوع مهم البعض يعتبر انه هو كان السبب في القشة التي قسمت ظهر البعير وتم حل المجلس وايضا الموضوع اثار لغط واسع وكبير جدا في الشارع السياسي والاجتماعي الكويتي موضوع البنزين والوثيقه الاقتصاديه. خلينا في البدايه قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع انت قبل ايام ذكرت انه لا توجد اداره حكوميه صحيحه او جاده لحل الملف الاقتصادي ولا نلمس اراده حقيقيه للخروج من هذا الامر، ما عندنا اراده جاده لحل الملف الاقتصادي. ما في وما زال، يعني انه يعني تقول في يعني فعلا في يعني اراده واداره يمكن المقطع اللي حطيتوه مقطع يعني يعكس فعلا الواقع اللي هو كلامي في داخل المجلس احنا المشكله الحقيقيه اللي نعاني منها مشكله فعلا اداره واراده ما عندنا اداره صحيحه للامور ولا عندنا اراده العجز امريكا عندها اكبر عجز ولكن قاعد تدير هذا العجز وماشي الامور لانه مبنيه على اسس صحيحه والموارد اللي فيها قاعد تصرفها على امور تاسس فيها وممكن تعطي ايرادات صناعات اساسيه موارد يعني لها امل في المستقبل احنا على شنو قاعد نصرف احنا ناخذ من هالجيب ونصرف هالجيب ما في اطمئنان خلي يقولوا لنا الحين والله خلال سنه انا ما اقول يعني خمس سنوات على مدى القصير او مدى الطويل 15 سنه انا اقول خلال السنه الحين خلي يطلع وزير الماليه ويقول والله سياسه الحكومه الان خلال هالسنه هل الميزانيه هل كثر والعجز هل كثر واحنا عندنا والله واحد اثنين ثلاث اربع راح نقلل الهدر في الميزانيه واحد اثنين ثلاث اربع راح نوفر موارد اخرى بحيث انه والله الثمان مليارات العجز الموجوده دينار ممكن نخليها اربعه وراح نقترض اربعه خلنا الناس بعدين بالمناسبه هاي الثمان مليارات دقيقه فعلا هناك عجز ثمان مليارات يعني هذا الان اللي يعني المتوقع في السنه القادمه يعني قاعد يحطون مثلا 45 دولار في الميزانيه يعني سعر البرميل النفط وقاعد يحطون طبعا انت عندك مصروفاتك يعني من الرواتب ابواب الدعم او غيره فهذا الرقم العجز يعني راح عجز عجز يعني متوقع بشكل كبير في هذا خاصه الان قاعد البترول قاعد يكون 45 ل 55 يعني متوقع لها خلال الماليه سنة. طلع في اكثر من لقاء واكثر من تصريح وذكر ان احنا كل دراساتنا فيما يخص الملف الاقتصادي هي كل رؤانا فيما يخص الملف الاقتصادي هي مبنيه على دراسات مش عشوائيه انا اقول واتحدى الحكومه مو فقط وزير الماليه، خلي يطلع باكر اي واحد يقول انا يحط يعني رؤيه جدول انه خلال سنه هذا العجز المتوقع وانا راح اقلل العجز واحد اثنين ثلاث اربع وكل واحد يحط لي رقم مو يقول والله شيء نظري يعني هذا الدراسات النظريه هذه الان مو وقته الان، خلاص المفروض احنا اكتفينا في هذا، الان تحط لي شيء عملي. تقولي والله انا راح اوفر من هالباب هالكثر عشان انا حاسبك بعدين اي اخر السنه اقول انت وعدت الشعب وعدت الناس وعدت الدوله انه والله خلال سنه أنه توفر هذا العجز في الميزانيه تقلل من كذي وتبرر اذا ما صار تقول ليش ما صار واذا صار تقول هذا اللي صار معي والا خلي قدم استقالته ويمشي واذا الحكومه مو قادره يعني توفي بهذا الشيخ الحكومه هم تروح وهذا الصحيح هذا الصحيح يعني يجب الآن في المستقبل أي واحد يستلم أي مسؤولية يحط له يعني شيء واضح وقابل للقياس يقدر ينفذه يقدر ينفذه ما يقدر ينفذه والله ما عاد يستحمل طيب موضوع البنزين احنا بنستخلص شوية أكثر في التفاصيل موضوع البنزين قبل أيضا ما نتكلم عن ردود الحكومة وما إلى ذلك أنت من المؤيدين لرفع سعر البنزين لا قرار طبعا مستحق. لا لا شوف هذا اللبس اللي سائر يعني بالشارع هذا الحين هذا قرار مجلس الوزراء منشور في الراي ان واحد ثمانية مجلس الوزراء هو اللي اصدر قرار البنزين، انا كنت اتوقع هذا السؤال لان هذا السؤال اللي بالشارع كله وهذا نص القرار من مجلس الوزراء. وهذا تصريحي في واحد ثمانية ام ايضا في, في الراي موقع الراي بهذا ان انا اقول هاي تخبط مو تخطيط. وايضا في في واحد ثمانية في يعني, يعني ثمانية يعني لان اعرف البنزين، <applause> انا اعرف بنزين ها كل ديوانيه دش كل مكان دش فالف باء الاسئله في اي يعني مقابلة راح تكون هذه. فبالتالي هذه, هذه ايضا في 2 8 لاري هناك عدم قبول قرار الحكومه رفع البازار البنزين ومنشور في قناه الكوت وايضا في تقرير أخبارهم اقول ان لجنه الولايات ما لها شغل في هذا الموضوع اطلاقا كل شهر ثمانية وفورا بعد قرار مجلس الوزراء فبالتالي موقفي واضح وايضا استدل على يعني غير هذا اللي عرف يعني احمد لاري يعرف مواقفه مو يعرفه اليوم وامس يعني انا كان موقفي واضح حتى من قرار الديزل الديزل شو يفرق الديزل عن البنزين؟ هي بالنهايه انت قاعد تقلل يعني تكلفه الدعوم على الدوله وقاعد هي ترفع امور يعني مثل هذه الديزل ولا غيره، الديزل رفعته من 70 ل 170 فاحتجينا 1/1/2015 كل يذكر بدا تطبيق قرار رفع الديزل من 70 ل 170، طيب كهذا على طول احنا هذا توقعنا احنا كلنا احمد لال عبد الحميد دشتي دكتور خليل الاخ عادل جارالخرافي، الخرافي الله يوفقه بكل مكان عبد الله المعيوف قررنا ان نرفع الاقتراح للحكومه لوقف القرار واعاده النظر فيه واعاده الاسعار كما كانت ومحاسبه كل من رفع السعر وتلاعب في هذا الموضوع وطلبنا ايضا جلسه وسارت الجلسه وناقشنا هذا الموضوع واثر ذلك بحمد الله بعد اسبوعين نزل السعر ل 110 اللي حطوه مال الديزل وبالصيف وصل حتى ل 70 للسعر السابق اقتراح وكنا احنا عليه؟ نعم حولناه للحكومه عرف شو تم تم تنفيذه تم تم الاخذ فيه تم ال طيب. طبعا الحكومه جت عرف شو الجلسه وعدت انها تعيد النظر في هذا والحمد لله عادت النظر فيه ونزلت الاسعار ل 110 على طول خلال اسبوعين خلي راجع الواحد القرارات 15 واحد او بعدها ب 17 نزلت الحكومه اللي بشركه النفط نزلوا الاسعار طيب. له هذا فيما يخص البنزين لا انت... لا الديزل الديزل ال... هذا بأي... فيما يخص انا الديزل. بقول ان شفرق الديزل عن البنزين واحنا كنا في نفس الصدد ماشيين وصرحنا وينا وقعدنا حتى اجتماع المكتب اللي يقولون والله اجتماع المكتب موافقه من يقول اجتماع المكتب موافقه اجتماع مكتب مجلس ام يعني قعدنا مع الحكومه قلنا بكل صراحه والاعضاء اغلبهم اللي كانوا دي كانوا معترضين وكان مطالبون بيقعدون مع جلسه ويقدم استجواب وكنا ماشيين في نفس السنه ولو ماشيين على السنة هذا ومجلس من عقد أنا كنت متأكد أن القرار راح يوقف وكان يعاد النظر حتى في القانون 79 على 95 طلع سنة 95 اللي أعطى الصلاحية مجلس للحكومة مجلس 95 مجلس 95 أعطى الصلاحية للحكومة بالنسبه البنزين كهرباء عندنا إحنا اللي استثنينا فيه السكن الخاص الحمد لله وهذا هذا 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 مو شيء يعني مستغرب على على موضوع البنزين انت ذكرت ان تطبيق زياده اسعار البنزين اذا اتت من دون رؤيه شامله للاصلاح الاقتصادي ومن دون حزم بمراقبه الاسعار كما وعد وزير التجاره فهو دليل على التخبط لا التخطيط صح وهو تخبط. تخبط لان قلت لك كلامي واكرر اقول اذا شيء ماكو من الف للياء موضوع تقليل الهدر في الميزانيه ورفع يعني الايرادات ماكو نظره شامله معلنه لازم يقعد وزير الماليه يعلن يقول ما انا قاعد في الاجتماع وما ما قدم برزنتيشن كل عام كل عام مدري. ما قاعد يعني يشرح لك على البنزين نفسه يا اخي احنا ما نبي بس تشرح لي على البنزين ان ليش بترفع البنزين شنو فوائد رفع البنزين وقف الهدر او تحويل من الخصوص الى ما شنو كلها اشياء هو قاعد يشرحها امور فنيه على البنزين انا اقول ما ابي هذا الكلام انا ابي هذا وين يصب بالاطار العام؟ بتوفر لي انت بالبنزين هذا تدري كم كله؟ كله 90 مليون على الميزانيه. انا يا اخي قدمت اقتراح قبل حل المجلس على موضوع مشاركه الدوله ل الانتفاع حق الانتفاع اللي في اراضي الشويخ والري. الان التاجر وقتها ويمكن في مقاطع قبل هذه موجوده راح تطلع تطلع 25 دينار المتر على شارع كندراي اليوم. وهذا يعني معنى وضح لنا اياها يعني معنى احنا يعني دشينا على جزئيه ثانيه بس وضح لنا لا لا ببين ]ها. انه ان هذا لو الدوله لا شنو قسائم شويخ ايش فيهم بالضبط؟ قصائم شويخ الدوله الان تقول انا رفعت لا يقولون رفعنا املاك الدوله الاسعار من 100 فلس لثلاث دنانير يا سلام ممتاز ثلاث دنانير شنو بالسنه؟ بالسنه ثلاث دنانير بالسنه ثلاث دنانير التاجر يدفع وكم يطلع هو؟ شارع كندا اعطيك مثال يعني هذا يعني انا هذا عندي قسيمه بشارع كندا رايح ادفع بالسنه ثلاث دنانير؟ تدفع بمتر على المتر ثلاث دنانير على المتر ثلاث دنانير ثلاث دنانير وانت تاجره اللي على شارع كندا قاعد تاجر 25 دينار، يعني التاجر يطلع 300 دينار ويدفع حق الدوله ثلاث دنانير 297 حطها بجيبه، انا اقول خلي الدوله الحين خوش خوش مشروع هذا مشروع ممتاز مش انا اقول خلي تشارك الدوله انا اقول الدوله خدش 50% في هذا الموضوع مشاركه عقد يقول الحين قرار وخل يطلع هذا المشروع يعني إذا طبق بشكل صحيح يطلع مليار ونص دينار سنوياً أكثر من البنزين؟ أي بنزين أنا قاعد أقول لك البنزين تسعين مليون هذا مليار ونص يعني بس من بس خس... شويخ والري الدولة تدش مشاركة مطلع بالعقود شم؟ بالعقود شم بال... مطلع؟ مليار ألف مليون مليار ونص هذا شيء واحد أنا أقول خل وزير المالية والحكومة تقوم تطلع حق الناس باكر تقول أنا لواحد لو ثلاثين ثلاثة 2017 هاي السنة المالية انا عندي عجز متوقع بالاشهر المتبقيه هل كثر وراح اعالجه كذي ويبقى لي مبلغ بسيط راح اقترض فيه او شيء من القبيل هذا، خلي الناس تعرف ان احنا ماشيين على طريقه صحيحه مو انه والله للحين على اطمام المرحوم، للحين بمراضات، للحين بالمحابات، للحين بالمشاريع بالترضيه طيب. ولا كانه اكو شيء يعني قادم علينا طيب. البعض يقول ابو محمود ان أنتو نواب مجلس 2013 كنتم على علم مسبق برفع زيادة البنزين ووافقتوا على هذه الزيادة لكن بعد ردة فعل الناس العنيفة اللي صارت تراجعت وأبي منك التعليق بعد الفاصل. فاصل قصير هنا. انا اقول للحكومه واقول للمجلس واقول للكل لازم هاي القضيه تشارك فيها حتى المجتمع المدني اقول بهذا الوضع وبهذه الحاله اذا فعلا ما نكون هناك في اداره مخلصه انا اقول لا تعبوا روحكم بالدراسات ولا تعبوا روحكم في الارقام ولا تعبوا روحكم في الاجتماعات لان بالنهايه تبي تقدمونها للتنفيذ اذا وصلت للتنفيذ من بينفذ هالامور هذه اذا وزير الوزراء يوم نقابلهم يقولون والله جسد الوظيفي مترهل اذا اللجنه الاقتصاديه في المجلس الاعلى للتخطيط من قابلهم يقول في تردد باتخاذ القرار وعندنا مشكله في الجسد الوظيفي اذا فعلا ما تكون هناك اداره صادقه ومخلصه لاداره مثل هذه الازمه مثل ما حصل في اليونان اليونان غرقت مرتين يا صندوق النقد الدولي يا لهم كل العالم بالاخير طلعوا بشنو حطوا لهم اداره فعلا من الدرجه الاولى الف واستطاعوا انه فعلا ينقذون اليونان بكبرها. ما عندهم مثل ما عندنا. احنا الحمد لله يعني عندنا احتياطات 592 مليار دولار. عندنا 130 مليار دولار ودائع في البنوك للناس. عندنا خير وايد، عندنا الاراضي ما قاعد نستفيد منها استفاده مطلوبه الدوله مهيمنه على الاراضي كلها. مهيمنه على رب العمل الاكبر كله على الاقتصاد كله هذا ما يصير دوله اشتراكيه احنا لازم الدوله تخف ايدها شوي على الاراضي لازم الدوله تخف ايدها على الاقتصاد تخلي مثل الكويت اول تخلي الناس تشتغل لمتى الدوله مهيمنه على الصوره هذه فانا اقول الحل سهل ولكن ممتنع الى ان فعلا نحط الرجل المناسب في المكان المناسب وشكرا اخي الرئيس اوكي مش. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ولا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقه مرشح الدائره الثانيه السيد احمد لاري محمود قبل الفاصل تكلمنا عن ترامب وهلين كلينتون <applause> ودشينا على اجواء حل البرلمان وبعدها عرجنا على عوده المقاطعين ثم فتحنا معك الملف الاقتصادي وكلامك اللي وصفت فيه الحكومه انها متخبطه في اتخاذها لقرار رفع سعر البنزين و ذكرت انك انت ضد قرار سعر البنزين احنا الصحب ذكرت أن تصعيد النواب ضد قرار زيادة أسعار البنزين وإلغاء قرار الحكومة خلافا لموا... لموافقة سابقة لهم على الزيادة نفسها عبر تصويتهم بشبه إجماع على وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن بنود بنودها رفع الدعم عن الوقود أبي تعليقك أنت صوتوا حسب كلام هذه الصحيفة وبعض الضيوف طلعوا عني في البرنامج قالوا أن صوتوا على الوثيقة قبل لا أبدأ بالوثيقة بس استدركت يعني من ساعة تكلمنا عن البنزين ومرينا على الكهرباء يعني احنا اللي ذكرت انه تم استثناء تم استثناء السكن الخاص للمواطنين يعني آه في هناك من يطرح انه والله في بند انه والله ممكن الدولة في القانون هذا تضيف شرائح اخرى او مناطق اخرى او عباره يعني وردت فيها غير الاستثمار والصناعي واخرى آه والناس تعتبرها انها أن مطاطه ممكن انها ترجع على بياض الخاصه طبعا اول شيء اكو مضابط ومحاضر اللي يعرف بالامور القانونيه دائما من يصير اختلاف او جدل يرجعون للمضابط يقولون شنو كان النقاش الموجود ويرجع له كل النقاش كان واضح وجلي ان الحكومه جت بمشروع كامل وفي سكن الخاص المجلس استثنى السكن الخاص بالجلسة وعلني ومطالبات وكل هالأشياء اتفقنا على هذا واضح يعني كان في الجلسة هذا التوجه ودليل على ذلك أن الجدول خلى من السكن الخاص اللي كان الحكومة جاية فيه وأيضاً في السكن الاستثماري احنا استثنينا المواطنين الساكنين في السكن الاستثماري وليس لديهم اي سكن اخر وقلنا ان هذول يطبق عليهم ما يطبق على السكن الخاص وبالتالي معناه شنو؟ معناه معفي والمعلومه الاخيره اللي عندنا ان الان جاري اعداد اللائحه التنفيذيه في وزاره الكهرباء وسينص عليها نص صريح ان نص؟ ان السكن الخاص معفي ولا يشمل هذا التعريف ولا القانون. طيب نروح على الوثيقه. الوثيقه انتم صوتتوا على الوثيقه؟ لا ابدا لا المجلس لم ي... يعني يوافق على الوثيقه ولم يصوت على الوثيقه ولم يقر الوثيقه كل العمليه ان الملاحظات اللي كان عنده حولها للجنه الماليه اللي كانت عنده قصدك المجلس المجلس الاعضاء النواب كل اللي كان عندهم ملاحظات حولها لهذا للهد... هذه الملاحظات وهد... تضمنت رفض زياده البنزين ملاحظات كثيره يعني خذوها من واقع الجلسه يعني شنو صار بالجلسه كل واحد ابدا راي وابدا ملاحظاته ورفضه الى اخره كله حطوه كله كامل راح للجنه الماليه عرفت شلون؟ فهذه هذا هذا الواقع واللي يقول خلاف ذلك خلي يبلي قرار نص قرار المجلس يطلع قرار ويصادق عليه وينشر في الجريده الرسميه خلي يقول لنا اي نص انه والله وافق مجلس الامه على وثيقه الاصلاح. او اقر البعض يعني استشهد يمكن اكثر في اللجنه الماليه يعني انها ماليه هذا غير اللجنه الماليه حوله توص... يعني دائما هي تكون اللجنه الماليه حولت توصيتها للمجلس المجلس ابدا لم يوافق بالنهايه هاي توصيه تعتبر حتى لو يكون بالاجماع عندهم باللجنه الماليه وانا بالمناسبه انا ما عضو في اللجنه الماليه بالدوره الاخيره يعني فهم رفعوها وبالتالي المجلس لم يقرر واي واحد يقول خلاف ذلك خلي يبين مو القرار اللجنه الماليه او توصيه اللجنه الماليه هاي مو هاي توصيه مجلس اللي حاسبنا عليه خليه بتوصيه المجلس يقول هاي توصيه المجلس هاي قرار المجلس طيب انت على موضوع وثيقه الاصلاح الاقتصادي انت في ابريل 2016 ذكرت ان وصفت الوثيقه بعناوينها العامه انها جيده وهي ملزمه بجدول زمني وتحديد مده معينه لتنفيذها وهذا امر جيد ولكن المشكله تكمن في امرين تنفيذها فنحن دائما نواجه مشكله في تنفيذ المشاريع والقرارات والقوانين اما الامر الاخر فيكون في عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما نعاني منه في الكويت ما يؤدي الى تعطيل التنفيذ ايضا مش هذا اللي حصل هذا اللي حصل يعني اللي حصل بالنسبه للبنزين واللي تخبط ليش قلت تخبط لان انا قاعد اقول انت تع... يا حكومه بالنهايه لازم تحط لها خارطه طريق لاصلاح الوضع او معالجه الوضع العجز الموجود الحقيقي اللي موجود في في الميزانيه أه ما هذا 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 اللي اول شيء تي انت تهد كل شيء ولا اكو رؤيه ولا اكو اعلان ولا شيء ولا جدول ولا الى اخره تي بس على البنزين فهذا هو يعني دليل اللي, اللي انا قلت انه مشكلتنا بالتنفيذ وفعلا ثبت انه مشكلتنا بالتنفيذ تنام بالليل تقوم الصبح والله البنزين واحد يقول لك انه والله خلاص البنزين 1.9 ارتفع شو الحكي هذا؟ يعني هذا امر غير مقبول ابدا يعني ولا احنا رفضناه وقلت وانا عندي تصريحات يعني في ذلك في يمكن احدى الصحف يعني ان قلت انا لن يعني نقبل بهذا الامر اطلاقا والثاني الشخص المناسب مكان مناسب فعلا انت شنو مشكلتك اليوم مو بس في يعني موضوع معالجه العجز على مشكلتك بالدوله ككل حط ايدك اي مكان بالدوله انت الناس اللي هذه قاعده تنحط في المناصب هذه هذا اصلا قاعد مو قاعد قاعد تظلم هي نفسها لانه فعلا قاعد تحطه في اللي وصفت المطلوب. انت فعلا تصريحاتك انا قاعد تنزل بالباراشوت كل ما قاعد يقول هالكلام هذا يعني وبالتالي احنا كان عندنا بالمناسبه يعني قانون ممتاز جدا اقترحوه مجموعه من العضاء كنا ناقشه في لجنه الموارد البشريه اه الان عضو فيها والدكتور خليل رئيسها والدكتور عوده مقررها انه والله يصير فلتره يعني ما نعطي الصلاحيه الان شو يصير فلترة حق شنو حق الترشيحات انت مشكلتك قياديين انت مشكلتك هاي يعني ام المشاكل عندنا الموضوع المناصب وضع الرجل المناصب كان مناسب ال ال الوزير قدرتوا تسوون شيء قانون ممتاز كان ورفعناه للمجلس مع الاسف ما صوتوا علينا الحكومه كانت دائما تعرقل هذا الموضوع تتحجج انه والله احنا مطلعين يعني في ديوان الخدمه مراسيم وتكفي وهذا ما تكفي انا اقول لك الاقتراح شنو هو؟ وخلي المشاهد يحكم الاقتراح أنه انت بدل ما تعطي شنو الحل الوضع الحالي شنو؟ ان الوزير يرشح ثلاثه والحكومه او المجلس الوزراء يختار واحد سواء اي منصب وكيل مساعد وكيل المناصب القياديه المناصب القياديه طيب الاقتراح هو أن تحط لجنه قبل يعني ترشيحات الوزير، هذه اللجنه فيها من يمكن 20 اللي يكون مجلس الوزراء يختار وحطينا احنا لها ضوابط لعضويه هذه اللجنه. بعد ما تشكل هذه اللجنه، هذه اللجنه هي تعلن عن اي منصب شاغر في اي وزاره وتتقدم لها الترشيحات وحطينا لأنه ان ان الأولوية أو لا يجوز ترشيح خارج الوزارة لا أحد من برشوت إلا إذا فعلا ما في أحد تقدم ولا غيره ذيك الساعة يكون ممكن إن هذا وإذا أكو ناس ولهم الأولوية هم في نفس الوزارة يتقدمون حق اللجنة اللجنة تختار كم تختار خمسة تقدمهم حق الوزير وبالتالي الوزير إذا مو مفتوحة الوزير مقيد بالخمسه حاليا الموضوع وزير وزير يختار مفتوح على الوزير دغ... خاصه الوزراء اللي يعني هم جايين اعضاء مجلس امه يعني عليهم ضغوطات انتخابيه او وزراء اخرين عليهم يعني براضون هني ولا هناك ضغوطات موجوده بالكامل خلينا نكون واقعيين اللجنه بالنهايه 20 واحد تقول حتى اللي يكون على ضغوطات بس مو مهما يكون مثل الوزير, الوزير هذا وبالتالي الوزير يرفع اللجنة تختار خمسة طيب. الوزير اختار ثلاثة ومسؤوله اختار واحد هاي حطينا شنو حطينا ضوابط ومعايير اللجنة تلتزم فيها معا مفتوحة. بس تذكرت إن الحكومة في النهاية. التقرير ما... موجود على جدول عن مجلس راح يسقط طبعاً لأنه اقتراح مو مشروع قانون من الحكومة. وبالتالي راح احنا ان شاء الله اللي توفق او توفق راح نتبنى هذا المشروع مره ثانيه. طيب. خلينا الان نضع نقطه على موضوع البنزين وموضوع وثيقه الاصلاح الاقتصادي واتكلم اكثر عن مجلس 2013 احمد لاري عضو مجلس 2013 كيف تقيم مجلسكم؟ صراحه هو اكو حمله كبيره صارت على المجلس يشوهون صوره المجلس. هاي الحمله منظمه كانت و... لها يعني ناس نعرف احنا الناس اللي وراها او يبون يعني هذا اهدافهم اشخاصهم يعني او مجاميعهم معروفه واهدافهم واضحه يبي يضربون يمكن الديمقراطيه اكو ناس اكو ناس يبون يضربون المجلس عشان هم يطلعون لانهم خارج المجلس والى اخره ولكن انا كلامي الان انا بقيم ما ابي اقول حق هالفئه لان هالفئه ادري فيها ما راح يعني مهما نقول راح يعني يستقطعون يقول ولا تقربوا الصلاة مثل أي مقاطع ثانية قاعد يسووا لنا إياها يعني. أنا بتكلم حق الناس اللي فعلا هي عندها مثل عتب على المجلس أو أخذ على المجلس وخاصة أنا بركز على فئة الشباب الناخبين الناخبات لأن وصلني ولمست أن في شريحة كبيرة منهم راح تقاطع الانتخابات مو مسألة المقاطعة الأولية مقاطعة لأن هم شايفين أنه يعني عدم جدول مشاركة أو شايفين أنه يأسين من الموضوع المشاركة والبعض يقول يأسين أو الشباب اللي أنت يمكن أيه قاعد تفتر بالدواوين وقاعد تشوف ردة الفعل نعم السبب أداء مجلس 2013 أيوة بالضبط ليش هل انطباع صار عندهم؟ إنه ما شافوا شيء ما لمسوا شيء على أرض الواقع بالتالي زاد الإحباط عندهم أنا إذا تحب أتكلم لك بالتفصيل والتفصيل الممل لا التفصيل الممل راح تخلص الحلقة لا خلصت لأن أنا مقر رئيس الأولويات وبالتالي كان عندنا موضوع اللي هو يعني انجازات المجلس وتقييمها والى اخره وكنا نتابع تنفيذ حتى القوانين اللي تحب نتكلم فيها كل هاي كان عندنا فعندي من الاي فكره عن كل الانجازات اللي صارت راح اتكلم اتكلم عن... فيها شوية. أنا شويه بس على حبيت... الحين على هالجزئيه اللي انت الحين ذكرتها قضيه الاحباط اللي موجود أيوة. ان الناس ما تبي تروح تنتخب طيب صح. انت ما تبي تلوم ال... ال... الاخرين اللي قد تكون في نفوسهم لا لا لعد. عندهم برنامج يعني طيب هذول احنا ما نبي نتكلم عن هذول لان أي. انت بالنسبه لك مكشوفين مكشوفين نعم صح. انت احنا كلامنا حق السواد الاعظم من الشعب الكويتي هذا اللي يهمني انا اللي هذا يهمك اللي انت قاعد تلمس أي. حسب كلامك ان هناك حالة استياء صح واحباط موجودة عندهم، إيه إيه هذا السبب الرئيسي اللي يقول مجلسكم ابو هو اللي هو اللي ساهم في ذلك. انا اقول المجلس له ما له وعليه ما عليه، انا ما بص... ما بتكلم يعني عن تقييم اداء المجلس ب... بدافع عن المجلس، هناك اكو يعني ادوات اخرى، ولكن انصافا يعني اكو انجازات تشريعية، واكو انجازات على مستوى الرقابة وحتى على الاستقرار. انت يكفي يكفي المجلس هذا الان انت طالع الان قبل 2013 الاوضاع السياسيه اللي كانت بالكويت والغليان اللي كان موجود بالشارع الكويتي وشوف اليوم وخير دليل على ذلك واذا اكو شيء يسجل لهذا المجلس صموده ثلاث سنوات وبالتالي حتى المقاطعين يو وشاركوا هذا ما يسجل انجاز للمجلس وتم ما كمل مدته اي كل واحدة بعد ثلاث سنوات بس بالنهايه يعني اقتنعوا الاخرين انه ما في جدوى تكون انت برا المجلس لو كان المجلس هذا سيء ليش بده فيه لا خل اقول لك وجهه النظر الأخرى اللي قاعد تقول عند عند البعض البعض يقول قبل كانت عندنا ازمات واستجوابات واحتقان في الشارع نتيجه الصراع بين المجلس وبين الحكومه الان هذا كله مو موجود صار هناك في استقرار سياسي حسب كلامك والمجلس, دور. والمجلس لا دور صح. وكان المجلس متعاون مع الحكومه على ارض الواقع ما شفنا انجازات لا بقى بقى ما بقى شفنا مشاريع ما شفنا شيء لذلك ألبك. صار اكو احباط عند صح الناس صح. صح. انا اقول حق الناس خلي يسمعون كلامي خلي يسمعون بعدين هم يحكمون انا ما اقدر افرض على اي واحد راي احنا دوله الحمد لله ديمقراطيه وفيها هامش كبير وحريه انجاز الرقابي بتكلم عن الجهاز عن الرقابة. اللي الرقابه البعض يعتبر ان هذا أسوأ مجلس رقابي ومجلس كان. بجيب الحكومه ومجلس ما سوى شيء مجلس شطب الاستجوابات ما قبيل و... هذا زين انا بتكلم عن هذا الموضوع وبذكر المواطنين خلي يعني شو يتابعوني احنا سوينا انجازات اساسيه ما سوتها يعني المجالس السابقه ككل مثلا عطني مثال مثال الجلسه التاريخيه اللي قبل سنه صارت بخ... بخصوص تقرير لجنه الميزانيات اللي يشكر عليها طبعا سيد عدنان رئيس لجنه الميزانيات والاخ عادل صرعاوي رئيس الديوان المحاسبة الانابه الان وجهاز الاثنين يعني اللجنه ككل أيوة. هذا اعدوا لنا تقرير كامل عن شنو؟ عن الحسابات الختاميه حسابات الختاميه وتقارير ديوان المحاسبه فيها بلاوي من التقييم ل الميزانيات واللي صرفت وبالتالي طيب طيب. يطلع الحساب الثاني كل سنه بعد انتهاء الميزانيات هذه فيها تجاوزات ماليه واداريه كل سنه شيء كان يصير والله توصيه وترفع الحكم اكثر من هذا ما عندك لا الديوان المحاسبه يقدر يحاسب ولا المجلس يقدر يسوي اي شيء بالنسبه لها اكثر من هذه التوصيات هذه المجلس يا وقال لا هذا ما يمشي الكلام هذا قعدنا قلنا لمتى احنا هالوضع يستمر يجب وضع حد لهذه التجاوزات في الحساب الختامية البعض كان يستفيد من حساب أكثر الاستجوابات بل أغلبها لو تراجع من وين يأتي المواد الاستجواب من الحسابات الختامية وملاحظات ديوان المحاسبة ويسوونها استجواب وملاحظات موجودة عندكم طيب صار صارت, الجلسة التاريخية اللي توصلت بينها تاريخية بين ال في ديوان المحاسبة تحولت هذه الجلسة بدون مبالغة وارجع لكل المسؤولين في الوزارات الى استجواب لكافه الوزارات، وزاره وزاره كنا نصعد على المنصه، وقعدون واعضاء يحاسبونهم، وينحط على البروجيكتور بالشاشه هناك تجاوزاتهم الماليه، لمتى انتم التجاوزات عندكم؟ حتى الماليه وزاره الماليه عندها 580 مليون دينار مطالبات في الوزارات ولا محصله هي؟ ليش التقاعس هذا الموجود؟ حاسبنا الكل في هذا 500 الموضوع مليون دينار دينار مطالبات من وزارات مختلفه اكثر من سعر البنزين اي بنزين اي دي يعني لو, لو وزاره الماليه تلم <applause> تلم فلوسها احد الاصلاحات لا ادري لو تلم فلوسها وزاره الماليه كان ما على البنزين لا لا هو احد الموارد الايرادات كان موجود في بنود الوثيقه اللي عندهم كانت هي ان تحصل الدوله ايرادات خليه يروحون يحصلون الايرادات على فبالتالي احنا قلنا طيب, طيب. ل... طيب. هني, هني السؤال المهم ابو محمود صارت هذه الجلسه ووضعت هذه التجاوزات على الشاشه ونوقشت شنو النتيجة؟ بعد سين. قبل ما نعرف شنو طلعت أنت وشنو النتائج اللي طلعتوا فيها؟ نطلع بسرعة فاصل. إن شاء. فاصل قصير <applause> رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ولا زال حوارنا مستمر مع مرشح الدائره الثانيه السيد احمد لاري، ابو محمود قبل الفاصل تحدثنا عن تقييمك لمجلس 2013 وانت تطرقت الى جزئيه الجانب الرقابي واشرت الى الجلسه اللي وصفتها بالتاريخيه ديوان المحاسبة بعض يقول طيب هذه الجلسه صارت قبل سنه. اليوم بعد مرور سنه شنو النتيجه اللي اللي صارت؟ النتيجه طبعا الواضحه وحسب يعني تقرير ديوان المحاسبه اللي بعد سنه سوينا جلسه ثانيه على اساس لا يعني يكون الموضوع فقط جلسه واحده وانتهى الموضوع طلع التشريعات اقول لك عنها الحين ولكن اقول انه شيء يعني بقول عملي تم تخفيض الملاحظات اللي كانت عند ديوان المحاسبه على الوزارات بنسبه اكثر من 50% وهذا تقرير مو انا النسبه مو حاطها من عندي اي أيوة واحد يقدر يرجع لي تقرير ديوان المحاسبه اللي يابوه للمجلس عندما ناقشنا هذا الموضوع لتقييم السنه اللي طافت، هذا واحد، اثنين انجازين كبار صاروا بعد اللي هو الجلسه هذه، تشريعين مهمين جدا تشريع هو تقويه الرقابه المسبقه، والتشريع هو تقويه الرقابه اللاحقه. الرقابه المسبقه جهاز المراقبين الماليين. المراقبين الماليين كانوا موجودين ولكن كان مستواهم مستوى مراقبه. رفعنا هذا الجسد هذا المهم والحساس، واعطيناهم صلاحيات كبيره لمستوى انه يترأسه وكيل وزاره يتبع الوزير، كان في ما تقول الاقتراح الاولي انه يتبع مجلس مباشره. ولكن تم الاتفاق مع الوزير انه يكون تحت مظله وزير الماليه. قوه هذا الجهاز يعطي يعني مراقبه اشد على اداء الوزارات ويعني يعطي قوه للمراقبين الماليين عندما يدخلون الوزارات ويراقبون يعني صرف الميزانية هذا التشريع الأول هذا هو يعني يقوي الرقابة المسبقة الثاني. الرقابة اللاحقة فعلنا 21 مادة من قانون ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة عندما صدر قانونه كان في هناك عنده 21 مادة يعني تعطي صلاحيات للمحاكمات التأديبية وإيقاع الجزاءات يوم صدر دي قانون الخدمة المدنية صار هناك تعارض قالوا لا أمور الإدارية والمحاسبات هذه تتبع لنا إحنا كديوان الخدمة المدنية فتجمد الموضوع المادة 21 مادة تجمدت احنا فعلنا هذا بتعديل مادة واحدة فعلنا ب... 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 بالقانون صلاحيات ديوان المحاسبة وهذا عمليا عملياً. تم احالة حسب الأخ... يعني الاخير انه خلال فترة هاي السنة تم احالة يمكن ما يقارب 50 قيادي الى المحاكمات التأديبية يحاسبون الوكيل وما دون بتهم تجاوزات إيه لا هذا إيه وفق الاوراق والارقام والمستندات يعني مو مني واحد متبلي على الثاني لا اذا اكتشفوا قبل كانوا يكتشفون اخطاء وتجاوزات والى اخره شو يسوون؟ يحطونها في ملاحظات الديوان ويحولونها وين؟ حسابات ختاميه هنا المجلس الان لا الان ديوان المحاسبه صار له دروس يقدر ير المسؤول تعال سوي له محكمه تاديبيه في داخل ديوان المحاسبه وفيها من الفتوى من هو يمثل ويصير على يقع على الجزاءات طيب انت الان ترى في الجانب الرقابي ان المجلس حقق انجاز جيد من خلال تفعيل انجاز نوعي يعني ما صارت في مجال دور ديوان المحاسب لكن هذا المجلس اللي انت ترى انه هو فعل دور الرقابي من خلال تفعيل ديوان المحاسبه هذا المجلس اتهم بان استجواباته استجوابات صوريه وهذا المجلس سن سنن حميده بشطب الاستجوابات شوف شطب الاستجوابات طبعا انا جيت 2014 تكميلي وكانت يعني نتيجه يعني شطب السؤال الناس استقالت اللي كانوا يعني كانوا هم مقدمين متبنين موضوع استجواب المقدم اللي المجلس راى انه هو يعني يشطب ولا حاله للجهه التشريعيه ولا حاله للمحكمه الدستوريه اللي قدمها السيد الرياض العدساني مجموعه وعلى ضوء هم صفاء يعني هم هاي قرارهم يعني ولكن انا اقول لك يعني موقفي هو موقف نفس نواب التحالف نواب التحالف الاخ عدنان سيع صمد والدكتور خليل عبد الله اتخذوا قرار عدم الموافقه على شطب الاستجوابات وهذا موقفي لو كنت موجود انا صوت نفس نفس التصويت معهم ولكن انا بالتالي اقول بس على شطب الاستجوابات النقطه الثانيه موضوع ست وزراء يعني انت الحين بالنهايه اي استجواب يعني يقدم حتى استجواب السابقه ما كان يصل ولا اي استجواب الى موضوع أن طرح الثقه وينشال الوزير بالتصويت على طرح الثقه، لان الوزير اللي يحس نفسه انه هو ما يملك اغلبيه في المجلس قدم استغلتها. يقدم استقالته يقدم استقالته اكثر من نص الاعضاء طبعا الموجودين الوزراء ما يدشون التصويت يقدم استقالته ويمشي، فاحنا المجلس هذا بنتيجه السواوات هذه ست وزارة تغيروا وهذا اكبر نسبه يعني محصله للإستجابات اللي في الجلسة السابقه، هذا جانب رقابي، انا بس اكو سريع اي على موضوع البعض الاهم الانجازات النوعيه حتى بالنسبه للمجلس واللي حتى يعني سجل لها انصافا يعني. تبينا ندخل الحين في الجانب التشريعي. تشريعي طيب بس خليني سريع. خلينا خليني انا ادخل وياك في الجانب، اول اول شيء قبل ما ادخل على الجانب التشريعي حتى لا ياكلني الوقت. اكو تصريح اثار لغط. أه تصريحك ابو محمود عن الحكومه وقلت فيه الحين انا ما يحضر النص التصريح يعني بس اعطيت الحكومه عشرة على عشرة افا شلون كذي؟ <applause> انا اعطي الحكومه 10 من 10 اعطيتها 10 على 10 حتى انت يا عمار بعد الحين يعني احنا اللي يقولون تقرب لا تقربوا الصلاه يحطون جزء قلنا كذا بس انت ارجع التصريح شوف تصريح كامل ما اعطيت الحكومه 10 ما اعطيت الحكومه 10 من 10 ايش اعطيتها؟ انا سالوني سؤال واضح كان في مقابله قناه الراي مع الاخت سميره وسالتني سؤال واضح انه على التعاون قلت لها واكدت قبل هذا الاستجابه وبعد الاجابه انا بتكلم عن التعاون وليس تقييم الحكومه وبعدين جيت عرجت لو تكمل اللقاء كامل عرجت على تقييم الحكومه وقلت احنا كتيار كتحالف كمجموعه حتى يعني استجوبنا وزيره بالحكومه وقدمت استقالتها وهذا دور شنو؟ دور هل هو دور وأنا اعطي الحكومه 10 من 10 واطير وزيره؟ ما اعطيها كذي اكو تقييم للاداء الحكومي واكو تقييم للتعاون. فعلا الحكومة كانت يعني تي المجلس وتعطي وتعرض إلى آخره واختلفنا معاها بالأخير دليل على ذلك اختلفنا على موضوع البنزين يوم هي أصلا فاجأت المجلس بعطة المجلس عطة البرلمان يتخذ هذا القرار وبالتالي صار اللي صار والشد اللي صار والتصعيد اللي فحت... صار بالاخير حتى في التعاون ما تعطيها الحين ما تعطيها الحين لا هذا كان قبل كم تعطيها الحين في التعاون الحين بعد البنزين بعد البنزين يعني ما لم يكن يعني سقطها مره واحده على الحفه صفر خمسه ما خمسه صفر. صفر. وايد لا لا مو وايد بس على الحفة. الحفه على الحفه على الحفه ما <applause> يصير معك في يعني وما يعني يكون يعني تقييم ولا تطغوا في الميزان طيب خلينا ناخذ الحين مجموعه من التشريعات اللي او الاقتراحات اللي انت تقدمت فيها خلينا اول شيء ابدا في موضوع عافيه هذا المجلس البعض يعتبر انه من ضمن انجازاته قانون المتقاعدين عافيه صحي. تأمين الصحي التامين الصحي اللي صار البعض انتقد هذه الـ 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 الوثيقه او الـ التامين الصحي التأمين الصحي آه وقال أنها في كثير من الامراض ما تشملها لا ودع الناس أن لا تستلمون لا تستلمون انتم تعتبرون هذا من ضمن ابرز انجازاتكم نعم هو شوف بالنسبة لهذا الموضوع أنا أعتقد أو أنا تقدمت في هذا الاقتراح في المجلس المبطل الثاني ديسمبر 2000 قصدي ديسمبر 2012. 2012 قدمته في 2013 وبعدين الزملاء كملوا لما ما كنت مجلس 2013 ما قدموه ودعمنا وبعدين كنت انا مقرر الأولويات كنا مكلفين بتنفيذ القانون تابعت متابعه كنا معامله شخصيه وين وصل الموضوع وصل عنده والله يسمونه المناقصات مناقصات خلصته وقال اي والله حولنا ديوان المحاسبه ديوان المحاسبه عندهم ملاحظات طلب ديوان المحاسبه يو ما قصروا وما ليه وزير الصحه يه. كله واجهناه بلجنه الاولويات وعجلنا الموضوع المهم حلينا المشكله هذه مع ان في الجلسه صارت شد وصار ملاحظات وعلى هذا الوزير ما كان يعني مرتاح من يعني بطء الاجراءات اللي كانت موجوده عند الجهات المختلفه، فقام حتى في الجلسه انسحب يعني لجنه الاولويات. فالمهم يعني الحمد لله توفقنا بالنهايه الى ان تم التوقيع على عقد التامين الصحي مع الشركه اللي كانت راسي عليها الحين في طبعا ملاحظات على ان المبلغ وايد 82 مليون بالسنه ان شاء الله يعني خلال تجربه سنه يتم تقييمه ويمكن تخفيض هذا المبلغ بس ابي اقول نقطه في هذا الموضوع لبسه عند الناس البعض كان يطرحون يطلعون بيوتيوب يتكلمون بعد يقول والله 17000 هذه الحجم التامين 17000 الكلفه مو الكلفه هذه لا لا هذه مثلا انت الحين تامن على سياره تدفع تامين شامل 400 500 دينار 600 دينار تقول والله انا امن لحدود 10 15 الف يعني اعوضك لا سمح الله السياره راحت اكثر من هذا ما اعوضك مو معنى ان انا انت من البدايه اي هذا انت دفعته للشركه انت ما دفعت 15 الف بس هو حجم التامين يصل لهذا نفس الشيء انت تامن على المتقاعد لا 17 الف يعني اذا كان عنده اي مستشفى سمح الله علاج الى اخره بس عنده المبلغ اكثر لأ يغطي من هذا ما هذا بس انت الدوله كم دفعت؟ الدوله دفعت 700 دينار فهذا كل لغط كبير على كل فالتأمين اللي صار الآن طبق من يعني فترة من كنت تقريبا 26 عشرة صار له يمكن ثلاث أسابيع وشيء واستفادوا منه يعني حتى الآن المسجلين مسجلين 80 ألف متقاعد متقاعدة سجلوا خلال الثلاث أسابيع سجلوا تقصد بمعنى أن استلموا بطاقاتهم استلموا بطاقاتهم 80 ألف متقاعد 80 ألف هاي إحصائية قبل أربعة أيام يمكن الحين زادوا وعندك 500 عمليه جراحيه وعندك 2200 ام ار اي ورين مغناطيسي وغيره سالفه هاي اللي ينطرون بالدور اشهر شهرين وثلاث وديك التكلفه في المستشفيات المستشفيات الحكومية, الحكوميه الان بشكل يعني سهل وهذا قاعد يصير هذا الامر هذا وايضا في 1200 حاله دخول مستشفى خلال ثلاث اسابيع يعني الناس فعلا عمليا قاعد يعني فعلا تستفيد من طيب. هذه البطاقه طيب. وهذه تجربة يعني هذا موضوع هذا إيه؟ عافيه بس عشان بس الوقت بدا يتاركنا خلينا اروح على ايضا تشريع اخر او او ملف اخر، البعض في مجلس الامه اعتبره انه هو انجاز كبير، وايضا هناك من انتقده وما يتعلق بالملف الاسكاني. نعم. مجلسكم يقول احنا ساهمنا في حل القضيه الاسكانيه من هم في الخارج اعتبروا ان هذا كله كلام حبر على ورق. لا ابدا انا الوزير طبعا اول شيء اشيد فيه اخ ياسر أول ومجتهد والله يعينه ان شاء الله نتوفق وان شاء الله هم يحصل على ثقه يعني صاحب السمو ورئيس الوزراء القادم انه يستمر ان شاء الله. اعطيك من الاخر انت الحين وصلت لوين؟ وصلت ل 2012 يعني اي واحد مسجل وصلت شنو؟ الطلبات طلبات الاسكان يعني اي واحد كان عنده طلب ل 2012 حصل في المطلع، احنا اكو ناس يمكن ما كان يبون المطلع، 15000 طلب راح المطلع، المطلع يستوعب 50000 وحتى الان اليوم انا اعلنها حتى للمواطنين انه لا الان لـ المسجل ل 2012 يستطيع ان يذهب الى الاسكان ويسجل يعني يطلب إنه حصول على الرعاية سكنيه على الورق على الورق انا اقول لك هالمعلومه هم ايضا جديده هذا واعلنها هم ايضا للمواطنين ان خلال السنتين او بعد سنتين راح يكون يصدر يعني تصدر تصاريح البناء في المطلع وهي بشاره ان شاء الله الاهل اللي في المطلع ونهايه 2018 راح يكون هناك بدء منح تصاريح البناء فانا اقول حق المواطنين اللي اللي هذا خلينا نروح المطلع المشكله 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 البعض يقول لك مو فقط ان تعال انت عطني ارض انت قاطني في في قلعت وادرين في منطقه لا. بعيده ابدا مو مهيئ لي المنطقه أن تكون صالحه للسكن، الحين انت عندك منطقه صباح الاحمد موجوده توزعت الاراضي وانبنت البيوت لكن الى الان الخدمات ما توفرت، منطقه جابر الاحمد الى الان لا زالت تعاني، منطقه نعم. سعد العبد الله لازم تع... لا زالت ما في رؤيه واضحه ان انت قبل ما تهيئها حق الناس حق السكن انت قاعد توفر كل الخدمات، فوين الانجاز انت بس قاعد تقول هاك الارض صح وروح ابني صح انت, انت 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 امام الان تحدي، صحيح هذا الكلام ما اقدر اقول لك والله انا يعني مو صحيح لا صحيح في عندنا مشكله في تاخر الخدمات سواء كانت البنيه التحتيه او كانت مثلا الامور الاخرى الطرق وغيرها ولكن فعلا هذه شوف الحين خاصه المطلع ليش انا اقول لك والله منطقه راح تكون هي جدا جاذبه لعده اسباب منها الجسور هذه الحين العلويه اللي سووها اللي ربطوا الديره على طول تطلع على يعني دوار الامم المتحده وتطلع فيها على الشمال هذا راح يسهل عمليه الطرق والانتقال لهذا من والى هذه المنطقه وايضا في مستقبل مدينه الحرير موجوده اللي جهه الصبيه وهذا القانون ايضا معروض على يعني مشروع قانون راح الحكومه اذا تبي نتكلم فيه و... ما عندي وقت ما عندك وقت اتكلم عن... لا. انا عندي تصريح اقول دوله داخل دوله <applause> طيب. <applause> انا بتكلم عن ليش قدمت اقتراح <applause> لانشاء محكمه للاحوال الجعفريه وبتكلم على موضوع البدون وبتكلم عن اقتراحك اللي قلت بتسوي لنا الويكند ثلاث ايام بس بعد الفاصل فاصل اخير ونعود قاعد <applause> رجعنا لكم مشاهدين الكرام ولا زال حوارنا مستمر مع مرشح الدائره الثانية السيد أحمد لاري أبو محمود من ضمن الاقتراحات التي تقدمت فيها خلال عضويتك في مجلس 2013 مشروع قانون محكمة الأحوال الجعفرية تقدمتها مع مجموعة من النواب هل إحنا بالفعل بحاجة الى قانون للاحوال الجعفريه في الكويت ليش ليش تقدمت في مثل هالقانون انا يعني مع مجموعه طبعا من زملائي يعني احنا تقريبا 10 يعني خمسه وخمسه تقدموا نفس المقترح قبل لا اتكلم هذا ودي انا بس على الجانب التشريعي اكمل جزئيتين مهمتين يعني حق يعني شريحه مهمه في المجتمع هي قضيه المتقاعدين والمتقاعدات المتقاعدين انا قدمت باقتراح هي موضوع اللي هو الزيادة السنوية المربوطة مع معدل التضخم وهذه يعني مو مسألة الثلاثين دينار كل سنتين أو ثلاث هذه تضاف تقريبا ثلاثة ونص بالمية حسب معدل التضخم اللي عندنا بالسنة على معاش المتقاعد والمتقاعدة بحيث أنه فعلا يحصلها حدود خمسة وثلاثين دينار يعني اللي معاشه ألف دينار بعد عشر سنوات حسب المعدلات التضخم عندنا الكويت يصير 1400 فيقدر يمشي هذا مقترح موجود وان شاء الله اللي نتبناه احنا وغيرنا طيب. وهذا مهم جدا في الجانب ال... يعني يخص المتقاعدين واحب اضيفه يعني ك... طيب. هذا واحد شيء اثنين بالنسبه للمراه تقاعد المبكر للمرأة فعلا نحن لازم نعطي دور للمراه في بعض الدول اذا ماني غلطان هولندا وغيرها يعطون رواتب للمراه عشان تقعد بالبيت او دول اوروبيه وغيرها عشان فعلا تهتم احنا مع الاسف المراه ما قاعد يعني نشجعها بهالجانب، كان فيها مقترح ايضا تقاعد مبكر اللي كان معمول فيه 93 بحيث ان سنة التقاعد يكون 15 سنه، فبالتالي هذا ان شاء الله هم ايضا من الامور اللي احنا راح يعني ناكد عليها طيب. في هذا، اكو موضوع ثاني بس اخير بالنسبه للتقاعد ما عندي وقت ادري بس بديل استراتيجي في لغط عليه كبير وكان موجود مشروع حكومي واحنا في لجنه الموارد البشريه ناقشناه واشبعناه بحث بس باختصار الناس تسال يعني حتى قبل علي. قبل قال احمد لو توضح هذا للناس، انا احب اوضح ان البديل الاستراتيجي ثلثين الموظفين بالدوله راح يستفيدوا منه وتزيد تعدد رواتبهم حيكون يكون حسب الافرج المتوسط اللي حاطينه كان الشركه الاستشاريه. الان في مجموعه خاصه القطاع النفطي كانوا منضرين واحنا بالعكس بالنهايه تفاهمنا مع الحكومه ان هذا القطاع سواء الحاليين او بالمستقبل بيون نستثني ورفعنا هذا الموضوع للحكومه وحتى الان ما تم الرد عليه ونامل ان شاء الله حكومه جاده تكون على اساس فعلا نطبق البديل الاستراتيجي يستفيدون من الناس وتم وال... استثناء موظفين قطاع النفط ونستثني قطاع النفطي ونخلص منه هاي طبعا موضوع نروح على موضوع الأحوال محكمه الاحوال جغل. ليش هذا القانون ليش هل احنا بحاجه لمش بحاجة هذا القانون اي طبعا قانون الاحوال الجعفريه احوال الشخصية الجعفريه مهم جدا الان شنو الواقع الموجود الواقع الان طبعا كتطبيق للاحوال الشخصيه الموجود بالكويت كل يعني شخص يطبق عليه فقهه الآن حسب القانون لأن في استثناء من القانون السابق الصدر للأحوال الشخصيه في نصوص عامه ولكن كل واحد يطبق عليه فقهه اذا كان في هناك اختلافات فالمذهب الجعفري مستثنى ويطبق عليه فقهه من وين؟ من رساله العمليه الآن يطبق رساله المرجع الديني الله يحفظه طول عمره السيد السيستاني قبل كان المرحوم السيد الخوئي وكان قبل هذا المرحوم يطبق المرحوم الحين في المحاكم بالكويت رساله اتساله إيه الله يطول عمره آية الله السيد السيستاني فبالتالي احنا قننا المواد اللي خاصه بالاحوال الشخصيه اللي هي زواج وطلاق وغيره وسويناه بقانون وقدمنا اهميه هذا القانون اللي انا تشرف اني قدمت نسخه منه لحضره صاحب السمو وطلع عليه وقال فعلا هاي احوال شخصيه يعني زواج وطلاق وتكلمنا اجتماعنا مع رئيس رئيس وزراء الوزراء والى اخره وكنا ماشيين فيه بس طبعا نحل المجلس وكان متامل ان اهميه حق. القانون اهميته الان ان تكون تقنين ل الامور ما ترجع فقط للرساله العامه ترجع للقانون عندك نص قانوني ما ترجع لرساله المرجع هو نفسه الرساله صارت يعني المواد الخاصه الرساله انتم تطلعون منها المواد, الخاصه بالاحوال الشخصيه وتحطونها بصيغه بصيغه قانون على اساس ليس في هناك لاي قاضي اي اجتهاد لا يرجع للنص الموجود وبالتالي هذا محل كان محل توافق اغلب العلماء الموجودين عندنا واغلب الاعضاء واللي راجعوا هذا الموضوع وتوافقوا حتى مع الدستور لان الدستور قلت لك يعطي وبالتالي احنا الان اهميته شنو؟ ان هذا يفتح المجال امام تكمله كافه درجات التقاضي في المحكمه حتى في لما درجه اولى و... والتمييز لان عندك الحين اولى و... والاستئناف بس ما عندك تمييز فبالتالي تكتمل كله التمييز و... الحين وين يرجع؟ تمييز يكون احكام القانون الحالي الموجود مشكله محكمه التمييز محكمه قانون بالتالي قاضي المحكمه الـ ما الـ يحكم الـ على رساله ما, ما مو بالضروره يحكم على القانون ما في نص عنده فبالتالي احنا راح نساعد القاضي انه نوفر له نص القانوني ويقدر يرجع له ونحل كثير من إشكالات الطلاق اللي تتم والزواج تكون كلها وفق ان شاء الله القانون والشرع طيب اروح على موضوع الـ غير محددين الجنسية البدون أنت طالبت بأنه يجب إعادة النظر بالقيود الأمنية لغير محددين الجنسية حتى يتسنى لهم العمل والدراسة والعلاج موضوع البدون هذا أبو محمود في كل مجلس موجود وقضية مستمرة وإلى الآن أحنا ندور في حلقة مفرغة ما تم الحلقة سويت سويتوا في موضوع البدون وإنتوا موجودين في المجلس لعدة دورات سويتوا في موضوع البدون دائما مثل ما تقول كلام يعني بهذا الصدد مكرر بس لكن احنا ناكد دورنا، احنا موقفنا مبدئي في هذا ان موقف انساني وموقف قانوني ان اي واحد يعيش على هذه الارض من حقه ان يعيش بكرامته وفق القوانين المعمول فيها بالدوله وفق القوانين الدوليه وفق الاعراف الموجوده وفق ايضا الشريعه الاسلاميه اللي تدعو لنا ان يعني اللي يعيش معاك هو عفوا اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. وبالتالي هي مو مساله يعني كسب انتخابي او اي امر اخر غير انه منطلقات فعلا يعني مبدئيه وانسانيه في شقين في هذا الموضوع الشق الاول هو القضيه الانسانيه وفي قانون موجود في لجان المجلس مقترح يغطي كامل الحقوق يعني الشخصيه من مثلا شهاده ميلاد رخصه قياده حق العمل حق التعليم حق الرعايه الصحيه الى اخره كل الامور كانت وكان تقريرهم جاهز كان المفروض يرفع المجلس هو ينظر فيه وكان مامور انه هذا شق هو الشق الانساني وشق طيب عمليا مره أعلى. انا انا اللي يهمني هذا عملي هذا عملي هذا مقترح مقدمينه مع مجموعه من الاعضاء وكان هذا وان شاء الله راح يتبنى يعني انه شو راح يصير مره ثانيه على البدون يعني الشق الانساني اللي هو الشخصي والاجتماعي له حقوق له حق الزواج له حق العمل قاعد يردون المسؤولين في الدوله يقولون عندهم حقوقهم موجوده في الزواج لا لا في, في, كل شيء موجوده يعني لا يتمتعون بكامل حقوقهم يقولون اي في في نسبه يعني احنا الحمد لله بالكويت نختلف عن دول اخرى يعني ما نبي نقول دائما الايه الكريمه ولا تطغوا في الميزان يعني في يعني كثير من الامور طيبه ولكن احنا نبي نضمن انه يكون هناك فعلا شيء مقنن وقانوني لا يكون عمليه تقديريه للمسؤول انه يعطي يعطي موافقه على الزواج يعطي موافقه على العمل يعطي موافقه على شو اسمه يعني تسجيل مدرسه ولا غيره لا يكون قانون يحفظ له حقوقه هذا الجانب هذا الجانب الثاني اللي احنا قدمناه حتى مجلس 2007 مع مجموعه من الاعضاء وحتى الان مقدمينه اللي هو الغاء الاستثناء في المحكمه الاداريه، المحكمه الاداريه الان في ثلاث الغاء الاستثناء في المحكمة يعني شنو؟ المحكمة الإدارية الآن تقدر أنت أي عندك يعني تظلم أو حقوق أو شيء تعتقد أن أنت بخص حقك في الوظيفة بغيره إلى آخره طيب. تلجأ للمحكمة الإدارية. <applause> الجنسية إذا أنت عندك مشكلة بالجنسية ما يحق لك تروح المحكمة الإدارية، طيب. أكثر الأحكام الحين قاعد تطلع ما قاعد تطلع لصالح اللي يروحون تظلم للجنسية سحبه أو عدم إعطاء الجنسية. أنا بفتح المجال هذا بلغي هذا الاستثناء اللي موجود في المحكمة الإدارية اللي ما يحق لك تروح لها مثل الجنسية ودور العبادة الإبعاد الإداري أفتح المجال اللي عنده شغلة بالجنسية يعتقد أنه ظلم فيها أو لحق فيها خلونا المحكمة خلونا نفتح هذا المجال اللي مغلق حالياً وكلنا ثقة إن شاء الله بقضائنا ان شاء الله وانه ينصف هؤلاء اذا لهم حق وراح يكون هذا امر ايجابي يعني بدون راح يقدرون بالضبط بالضبط ليش تخلي انت دائما الحكومه هي الحكم وهي الخصم لا خل جهه القضاء مفتوحه لهم طيب. وانا اعتقد هذا يحل جزء كبير من المشكله الاساسيه لهم بمطالباتهم بالجزئيه طيب. شكل سريع جدا تعليقك على موضوع القانون اللي تم تقديمه واقراره في مجلس 2013 اللي هو ما يتعلق بديوان حقوق الانسان انت اعتبرته هذا من من ابرز القوانين المهمه اللي حققها مجلس 2013 هذا وين القانون الحين؟ وين صح وصار؟ هذا القانون بس, بس بسريع هذا ما كان تبي الحكومه والدليل على ذلك اللي قلت لك انا احنا متابعين تنفيذ القوانين ها هالقانون ما نفذته الحكومه والشركه الثانيه للمواشي وقانون ثالث ما يستحضن الان. ليش ما تبي الحكومه؟ ليش ما تبي الحكومه ديوان حقوق الانسان؟ لان هذا القانون اول شيء تعرف اهميته ان الرئيس نائب عين مجلس الامه، رئيس ديوان الوطني لحقوق الانسان اللي هو مفخرة لنا على مستوى العالم مو مستوى الكويت والدول العربية الرئيس ونائبة يرشحون مجلس الوزراء ولكن القرار يصدر من مجلس الأمة هذا واحد اثنين يستطيع القائمين على هذا الديوان أن يعني إذا كان هناك أي أي يعني شكوى أو أي تظلم من إجراءات التحقيق أو إجراءات النيابة أو أي إجراءات في أي مراحل يذهبون مباشرة بدون حتى إذن النيابة للرقابة هذه الإجراءات وغيرها وأي واحد عنده تظلم فعلا يحس فيه أنه أبخس بحقه في أي مجال من مجالات الوظيفية ولا غيرها وين يستطيع وين وصل, وين وصل هذا الحين؟ ما أقول لك الحكومة نايمة على الموضوع وكان أحد المواضيع اللي احنا كنا نتابع فيها على تنفيذها أن رشحوا ليش ما ترشحون؟ أول بدايات. الحكومة للم... إلى اليوم مو مقتنعة فيه ما تبي الحكومه طيب خلينا انا بس لان انتهى وقتي مطلع موضوع عطله <applause> نهايه الاسبوع وايد اسئله على هالموضوع ليش قلت ابي الويكند ثلاث ايام مع أنه طبعا الكل مستانس يعني المستهنس. بس هل تعتقد هذا اقتراح اقتراح عملي يعني؟ لا اقتراح فعلا لانه هو شوف خلال الشهرين سبعه وثمانيه باختصار جو وايد يعني حراره 50 فوق ال 50 هذا دائما ينزلون على خمسين 50 عشان لا يعطون اجازه مثل ما يقولون على كل فقلنا ينزلون, حد... ينزلون عن ال 50 عشان, ما يعتون لا يعطون اجازه للموظفين يعني ال 50 درجه بعد لازم تكون في اجازه رسميه فدائما ما العداد يوقف عند 49 على كل فالثلاث ايام تشجع رغم واحد الناس أنه اللي يفكر يطلع اجازه يقول لا والله عندي سبعه وثمانيه في ثلاث ايام فيفكر انه يقعد، اثنين يشجع على السياحه الداخليه من الواحد يقول والله انا يعني أحد داخلية بعز القيض ابو محمود سبعة و8 وين لا داخلية والله, داخلية والله, والله <applause> كل الناس تستانس والله البطل ما نطلع ثلاث ايام والله ايش حلو تروح الشاليهات وتقعد بالشاليهات يمكن واحد حتى بعدين ياخذ تايم شير هالشهرين شهرين شلون المطاعم والسوقه طيب وغيرها <applause> الحمد لله كل شيء مكيف عندك انت هني وفي يعني فعلا تحريك لي انا اعتقد وفي ايضا اذا رجعت المجلس مره ثانيه راح تقدم الاقتراح؟ قدمه لان في ايضا توفير <applause> للطاقه ايضا يعني يوم واحد شو اسمه الطريف يستذكرني هذا اكو يعني يقولون شعر يقول الشاعر الذي قتله شعر ابو, أبو الطيب المتنبي ف كان راجع من يعني سفره و ما عندي وقت بسرعه اعترض واحد من قطاع الطرق فالمهم هو صار له فرصه انه ينحاش فالغلام اللي وياه قال وين انت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فانا نفس الشيء سووا فيني فرجع طبعا القتل طيب. فانا طبعا السكرتار اللي عندي قال انت مو قلت ان عطى ثلاث ايام بشهر سبعه وثمانيه قلت له ايه شو تطبق علينا صادوني <applause> فطبقت بين اللي اعطيتهم طيب مرشح الدار الثانيه احمد لاري انا وصلت وياك الى ختام هذه الحلقه كل التوفيق لك شكرا مشكور الله يسلمك ان نقول حق الناس شاركوا وانا اقول حق الناس شاركوا حق المحبطين اللي قلت عنهم لا لا اي يعني بالنهايه عدم المشاركه نتيجة السلبيه أسوأ يعني من من ما انتم تتخيلون فشارك بايجابيه وادلي برايك كل شكر لك مرة ثانية على حضورك لتحت المجهر الله يسلمك كل شكر موصول شكرا. لكم مشاهدينا الكرام موعدي معاكم باكر اليوم مع الساعة 10 مع مرشح الدائرة الخامسة السيد الحميد السبيعي في أمان الله